الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع رب السماوات والأرض وما بينهما ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكر وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا
إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإن عذت بربي وربكم أن ترجموني وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين ك
كذلك وأورثناها قوما آخرين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تب والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله العلي العظيم.
التوجيهات الدينية من العتبتين المقدستين من وصايا الإمام العسكري عليه السلام، زود الإمام العسكري صلوات الله عليه شيعته ومواليه بهذه الوصية الحافلة بالنصائح الرفيعة والمواعظ الحسنة، فكان مما أوصاهم أن قال: أوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم والاجتهاد في الله وصدق الحديث وأداء الأمانة. هناك معان ومراتب للأمانة، إذ صرحت الكثير من الروايات أن المراد بالأمانة الإمامة والخلافة، وأكد علماؤنا أن الأمانة المشار إليها في آية الأمانة بقوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، المراد تعظيم شأن الأمانة وهي الإمامة والأمر والنهي. وقال الإمام الرضا عليه السلام: الأمانة الولاية، ومن ادعاها بغير حق كفر. وقال صلوات الله عليه: إن محمداً صلى الله عليه وآله كان أمين الله في خلقه، فلما قبض كنا أهل البيت ورثته، فنحن أمناء الله في أرضه. وقال الإمام الباقر عليه السلام: نحن أمناء الله ونحن حجة الله. وقال الإمام الصادق عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى انتجبنا لنفسه فجعلنا صفوته من خلقه وأمناؤه على وحيه. وقيل للإمام الصادق عليه السلام: ما منزلتكم من ربكم؟ فقال: حجته على خلقه، وبابه الذي يؤتى منه، وأمناؤه على سره. وخطب أمير المؤمنين عليه السلام فقال: أيها الناس، نحن أبواب الحكمة ومفاتيح الرحمة وسادة الأئمة وأمناء الكتاب وفصل الخطاب. وفي الختام لا يفوتنا ذكر الأعمال المستحبة الخاصة ليوم غد الثلاثاء، كونه الأول من شهر جماد الأولى، وهي أولاً صلاة ركعتي أول الشهر، والدعاء بعدها، والتصدق بما يتيسر، فمن فعل ذلك فقد اشترى سلامة الشهر كله. وفقنا الله تعالى لمراضيه بكل خير، ونسأله القبول كما نسأله أن ينصر مجاهدينا ويرحم شهداءنا ويعافي جرحانا ومرضانا، وأن يعجل فرج وليه الإمام المهدي المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء
بفضله وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. إمام الجماعة سماحة الشيخ محمد بن عبد الله الأعمال صلاة الله.